كرة لعب السيليساو، أفضل مدافع على اليمين في العالم، افتك الريادة والزعامة من دوغلاس مايكل. ليو ميسي في عكس الهجوم، برشلونة في وضعية هجومية رائعة، وبيدرو جول جول، فرقة التلال كتيبة الجمال، أقدام كاتالونية ذهبية أدهشت عالم المستدين حاليا بليو ميسي، أبهرت عشاق الكرة في كامل أرجاء المعمورة. قلنا أنها أجمل كرة لما ليو ميسي يتحرك، هو الكبير هو القدير، يعطي كرة، شوف الكرة، شوف الصورة، حتى الكاميرات تستمتع، كرة لبيدرو رودريغيز بامتياز. قلنا هذا اللاعب خريج أكاديمية مازيا، يعطي الأسبقية للكتيبة الكتالونية. هيا جيم بوركان غليان في مدرجات ملعب الكامب نو. النتيجة تتغير لصالح برشلونة في هجمة مرتدة سريعة قادها القصير والمكير ليو ميسي. الفلتة الزمنية، يعطي كرة ذهبية لبيدرو رودريغيز. الغضب، كل الغضب لكريستيانو رونالدو، لأن الريال كان بإمكانه دفاع الريال. كرة الدلال وكرة الجمال، وتشافي سدد كرة مرتدة لدانيال ألفيس، والفيس سدد جول. لا لا لا، غير معقول، مش مقبول، كرة هدف الموسم، هدف الموسم، كرة برازيلية قادمة من ساو باولو، قادمة من كوبا كابانا، قادمة من ريو جانيرو، تخترق كل الدفاع المدريدي. كرة في التسعين، يا سلام يا سلام على أجمل أقدام، شنو هذا؟ ما هذا؟ هذه الكرة يا ألفيس بامتياز، هدف خرافي، هدف عالمي، شيء كبير يا عمري، شيء كبير يا عمري. شوف الكرة، هات الصورة، هي أجمل كرة في المعمورة، كرة دانيال ألفيس.